لما أن وقفوا على باب أمير المؤمنين بأبي وأمي وشاع الخبر في الكوفة، اليوم زحام على باب بيت أمير المؤمنين، وهذول الشيعة كلهم في البحرين وفي الخليج وفي العراق وفي شرق الأرض وغربها، مو بس احنا قاعدين، ها تعرف انت، كلهم راحوا، كلهم جايين يزورون أمير المؤمنين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، جايين يطمنون إن شاء الله أحوال الإمام طيبة. بأبي وأمي راح الأصبغ بن نباتة يتفقد أحواله، وقف على باب الدار، قال الإمام الحسن سلام الله عليه انصرفوا يرحمكم الله. رجع مرة أخرى قال يا أبا محمد إن رجلي لا تحملاني على الانصراف وقلبي لا يطاوعني. قال بلى تفضل. يقول دخلت على أمير المؤمنين وإذا قد اصفر وجهه، على وجهه عصابة صفراء، لا أدري أيهما أشد اصفرارا، حواسك حاضرة لا وحش، ولا أدري أيهما أشد اصفرارا، العصابة أم رأس أمير المؤمنين. هذا اللي تنادي من صغرك أنت من تنصاب مصيبة تقول يا علي، لولا من تنصاب مصيبة تقول يا علي، من ينصدع قلبك، من يدوب قلبك من شيء تقول يا علي، لا إراديا تقول يا علي، أنت تعرف هالمعنى. ومرضوع من حبهم ولايتي لأمير النحل تكفيني. قلوا أقبلت زينب وأخواتها وهي تقول من الأباء، من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملاء، حسرتنا لا تنقضي يا أمير المؤمنين. وجاءوا لأمير المؤمنين بذلك الطبيب، وكشف عن تلك الطبرة، فأمر بشاة فذبحت واستخرج من رئتها عرقا وأرسله في ذلك الجرح، وفتح عيون أمير المؤمنين وشافهم يعالجونه، وإذا بالطبيب ينظر إلى أثر ذلك السم، لأنه مقتول مسموم أمير المؤمنين. ها هناك اختنق الطبيب بعبرته وقال يا علي أحد عهدك وأوصي وصيتك، فإن الضربة مسمومة وصلت إلى دماغك، قال أنا لا تزعجون بالدوايا، قلبي ترى ذا أنا الطبيب اللي داوي الجرح، ولا اليوم ما عندي دواء ضربات المحرق. هذه آبائنا وجدودنا قروا هالأبيات قبل أكثر من 100 سنة، رحم الله بن فايز هو الأصل مولانا. اختنقت زينب بعبرتها يلي تداوي بالدواء، ضربات الوالي اطلب علينا كل عزيز لا يروح البيت في الهوى، لا يروح البيت في الهوى مولانا. تأمل تأمل، عجيب عجيب لفتاته هذا، يقول من ضربتك مرحب يا باي الكيل، تعجب وتعجبوا من يوم طلع باي
الباب. واما ابن ملجم ضربته اعجاب قشر علينا نزلت الكوفة يا ابو حسين فالك عسفا للسلامة يا ضي العين. قال الحزن يا اختي السلامة الى الابو مني ما تنظرين السيف شق غرد جبي ولا ما ظنتي من ضربتي حامل حمى يقول هذا الطبيب يقول سيف الرجس مسمو مقزر ابونا حسبتي تغير وان خطاها فما تنظرين ولا قالت يا خويا نطلب من الله السلامة ويقوم ابو الحسنين ويتمم صيام ونعيد بزينة ولا نعيد. قالها يا ثكل العيد لا تذكرين ولا يا اختي يا زينب كان عيد تعيد الشام الخبر وصل بصير ابرك ليا واحنا بعد ليلي ويا ما نصبح ايتام قبل الفجر كهفي الارامل تفقدين. قالت ابا علي اذا تقوم بالسلامه ونرجع وياك إلى المدينة بالسلامة أنشر أعلام المسرة والفرح أنشر أعلام المسرة والفرح. سالت دموع وقال لها يا حزينة واني وين ارجع يا زينب للمدينة باكر يشيعوني وجسمي يدفنون بالغر وسالت دمعته وتزفر وقال يا زينب ترجعين بترجعين إلى المدينة وبترجعين وياكم الحسن وبس أنا ومو وياكم لكن وياكم العشيرة كلها. عرفت قصدها؟ على هونك مولانا ترجعين طيبة وتنظرين الدار قفرة لا أم ولا أبو لكن أبا وصيك بوصية وجذب حسرة زوري ضريح المصطفى وامك الزهرة وقولي لهم جينا بلا خواض لهوى ولا ترجعين يا بنت لطيبة ودمعك يسيل
لكن يا بنت وياك فرسان ورجاجي عباس وحسين وحسن خيالتي الخير من حال خدرك حافيني من وشما ولا يوم بعد يوم يعني قال إيه زينب وتالي وحيدة وضايعة لها ترجع الكل ينادي وعليا من كربلاء ما عندك محامي ولا معي وان كان راسي يا حزين انقسم من الصيد تشوفين اخوك حسين راسه فوق عسى ما رفع حجر ولا مدار والشكل لو وجدوا تحته وش دم بعد مولانا تأمل ما سال دم من الحجر إلا بيومين يوم اللي شق وراس دا حلبا ابن ويوم على الخطار شال وراسله حسين حول خواته مقيدة من فوق الجماع قتلتموا الصلاة في محرابها.